يساعدون باش هذه ديال الاقليم القنيطره والعامل ديال الاقليم القنيطره بداتهم واقفين وساهرين على الاخماد ديال هاد النيران معيه رجال الامن وكذلك الجهود اللي كيقوموا بها جهود جباره اللي كيقوموا بها الرجال ديال الواحه المدنيه. كنشوفوا ان النيران حاليا شوفوا حاليا النار انتقلت للبنايه المحاديه مع الزقيه ديال بن جبال. نتمنى ان الامور تمر بخير وان يتم القضاء على هذا النيران اللي كنا كتشاهد. اذا كما تشاهدون لحدود الساعه قلت كما تشاهدون لحدود الساعه الوقايه المدنيه القوات العمومية تقوم بجهودات جبارة بالإضافة إلى رجال الوقاية المدنية اللي كيقوموا بواحد المجهودات جبارة جدا من أجل إخماد هذا الحريق. كذلك كما تلاحظون عامل إقليم قنيطرة وسيادة الباشا باشا المدينة. إذن كما تشاهدون مجهودات جبارة ديال رجال الوقاية المدنية رجال الأمن قوات المساعدة. كما تشاهدون كذلك أن عامل إقليم قنيطرة وباشا المدينة بدورهم جاوا لهنا بالإضافة إلى رئيس المجلس البلدي كاملين ساهرين على مسألة ديال الجهود تضافر ديال الجهود من أجل إخماد هذه النيران اللي كتتشاهم الجوطية ديال بن عباد. كما تشاهدون في الصورة رئيس المجلس البلدي أنس البوعناني دوره حاضر. كذلك كما كتلاحظوا في الصورة عامل إقليم القنيطرة دوره حاضر شخصيا إضافة إلى باشا المدينة وساهرين على العملية ديال إخماد هذا النيران. شكر موصول رجال قوات الوقاية المدنية اللي كيغامروا الحياة ديالهم من أجل إخماد هذا النيران. وكما كنلاحظوا على سطح البناية المجاورة لجوطية بن عباد كاين مجموعة ديال رجال الوقاية المدنية اللي على السطح كيحاولوا إخماد النيران اللي نشبات في هذه البناية في السطح ديالها. مجهودات ديال رجال الأمن مجهودات كبيرة رجال الأمن كما كتلاحظوا معنا مجهودات كبيرة رجال الأمن ومجهودات جبارة ديال رجال الوقاية المدنية والقوات المساعدة. إذا من الملاحظ أن تم القضاء على النيران الموجودة في البناية المجاورة لجوطية بن عباد ومعظم النيران المتواجدة في جوطية بن عباد. كذلك أقول تم إخماد عدد كبير من هذه النيران هذه ما زالت مشتعلة بعض النيران لكن قوات الوقاية المدنية اقتربت من إخماد هذه النيران. دائما متابعي قناة أخبار الفجر المغربية أذكركم أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إخماد النيران الموجودة في البناية المجاورة وكذلك إخماد مجموعة من النيران التي تتواجد هنايا في بن عباد ولا زالوا يحاولون إخماد النار بشكل كلي